آي بي بدأت كفكرة في عام 2014 مرخصة من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كحاضنة مسرعة أعمال. إحنا اليوم كآي بي ننظر نفسنا كمركز ابتكار ريادة أعمال يستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار لابتكار مشاريعهم الريادية وإطلاقها في السوق. مع الوقت تطورت الفكرة إلى تأسيس حاضنة مسرعة أعمال مع ظهور الرخص من هيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة في السماح للقطاع الخاص بتأسيس الحاضنات ومسرعات الأعمال. وانطلقت البداية في 1/1/2019 من خلال الفرع الأول في مدينة الرياض. وكانت حقيقة من ضمن خطتنا هو أن على مدى 5 سنوات نحن نسعى لتأسيس 5 فروع في المملكة. لكن مع ظهور نظام الامتياز التجاري قررنا نتوجه أن نحن نكون مع نظام الامتياز التجاري في التوسع والنمو داخل المملكة. وال5 سنوات أن أسس فيها 5 فروع استطعنا خلال 2 سنين نحن فعلا نصل لهدفنا وأكثر بإذن الله. فاليوم نستهدف أصحاب الأفكار والمبدعين والمبدعات أنهم ينضمون إلى آي بي ونعمل معهم على تحويل هالأفكار هذه إلى مشاريع ريادية تنطلق في السوق بإذن الله. حقيقة نظام الامتياز التجاري وتنظيمه اليوم ساهم بشكل كبير أنك الواحد يتوسع بأقل التكاليف وأنه ينمو. اليوم فرصة إذا عندك اليوم علامة تجارية وعندك خدمة أو منتج تستطيع أنك تنتشر فيه فهي فرصة أنه يتحول إلى نظام الامتياز التجاري ويساهم في عملية التوسع والنمو بسلاسة، وليس بس فقط داخل المملكة. احنا اليوم عندك القدرة التوسع حتى خارج المملكة.